بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة. موضوعنا النهاردة عن مشاكل الأطفال حديث الولادة، وإمتى الطفل بيخش حضانة، هل في وجود صفرة، هل في صعوبة في التنفس، الوزن القليل. كل ده هنعرفه مع دكتورة جهاد عماد الدين حلمي، أخصائي طب الأطفال وحديث الولادة ومدير عام مركز حياة وعضو لجنة اعتماد المنيا مستشفى المنيا العام كصديق للطفل. اهلا وسهلا، نورتينا حياتي. مبدئيا كده عايزين نعرف الحضانه، يعني ايه حضانه وامتى الطفل بنقرر انه يخش حضانه؟ اولا كل سنه وانتم طيبين. انت طيبه بس مبدئيا الطفل الحضانه، كلمه حضانه يعني عنايه مركزه للاطفال حديث الولاده. اما كلمه حضانه دي الجهاز الازاز اللي الطفل بيدخل جواه، لكن الحضانه او مركز حضانات او وحده حضانات معناها مركز عناية مركزة للأطفال حديث الولادة، معناها إن الطفل المولود عنده مشكلة ولازم تتعالج، وما ينفعش تتعالج في البيت. يبقى إذا أقر الطبيب المعالج أو طبيب النساء مثلا أثناء الولادة إن الطفل ده لازم يروح حضانة، يبقى لازم يروح حضانة، لأن ده معناه إن حالته حرجة. الحضانة الإزاز دي اللي الطفل بيدخل فيها دي عشان نحافظ على درجة حرارة الطفل ونحافظ عليه من الميكروبات والتعقيم، عشان خاطر الطفل حديث الولادة بيبقى مناعته صغيرة أو ضعيفة جدا يعني، فممكن يلقط أي ميكروب وأي حاجة، فلازم يتحط ويتم علاجه داخل الحضانة. تمام، اوكي. طيب يعني انا دلوقتي الطفل لما اتولد، في اطفال دلوقتي بقى معظم الاطفال بتنزل بالصفرة، امتى بحدد الطفل ده بيتخش حضانة وامتى بيتعالج بره؟ مبدئيا اسباب دخول الحضانه كتير جدا، من ضمنها الصفره، يعني ممكن صعوبه في التنفس ندخل الطفل الحضانه، نقص اكسجين، عمليه الطفل مولود بعيوب خلقيه معينه ممكن يدخل بها الحضانه. ومن ضمن الاسباب الشائعه اللي هي 70% اللي هي حالات الصفره. حالات الصفره دي معناها ان ارتفاع في نسبه البيليروبين او الماده اللي بتؤدي الى الصفره ماشي عن معدل زياده عن اللزوم، لان الصفره في منها نوع طبيعي فسيولوجي طبيعي، يعني لو الطفل صفر عادي مفيش مشكله، بتبدا اليوم الثاني وتزداد تدريجيا حتى اليوم السابع او الثامن، وتبدا تنزل لحد اليوم ال 14. تمام؟ تمام. احنا بنتابعها عشان لو زاد عن معدل المعين لازم يدخل الحضانه عشان ما ياثرش على المخ. تمام؟ وفي طبعا اسباب صفره مرضيه كتير، فالطفل طبعا لازم في حالات الصفره يدخل الحضانه، بيتعرض لجهاز ضوئي وبيرضع، المفروض ما بياخدش لا مضاد حيوي ولا اي حاجه، بس مجرد رضاعه والجهاز الضوئي وبيتعالج والصفره بتنزل، يعني عشان نطمن كل الناس مهما كانت نوع الصفره طالما انها صفره غير مرضيه بتنزل حتى مهما كانت يعني المده طويله يعني. طيب في ناس بتقول لا بلاش حضانه وانا هحطه تحت اللمبه نيون، الكلام ده صحيح؟ لا، الكلام ده مش صحيح. كان زمان بيقولوا عليه هي علاج الصفره الرضاعه ثم الرضاعه ثم الرضاعه، واذا زاد معدلها عن الطبيعي بيدخل الحضانه بيتعالج بقى سواء جهاز ضوئي او تغيير دم حسب سبب الصفره وحسب النسبه بتاعتها. طيب وهل الطفل اللي عنده صفره بيتمنع من الرضاعه؟ يعني في حالات فعلا بيقول لها امنع الرضاعه؟ للاسف الشديد السؤال ده مهم جدا، وكويس ان انت اثرتيه، لان انا عماله انزل فيديوهات انا والدكتوره منى الديب طبعا عشان الموضوع ده. في كلام بيشاع وللاسف في من الاطباء بيقولوا ان في صفره معينه اللي هي سببها لبن الام، لان من ضمن انواع الصفره لبن الام بيبقى في ماده بتخلي الصفره تعلى عند الطفل. فكان زمان قوي بيقولوا ان الطفل اللي عنده الصفره اللي سببها لبن الام بنوقف الرضاعه 48 ساعه وبنرضع لبن صناعي وبعدين بنبدا نرجع لبن الام تاني. ده غلط جدا، لانهم اكتشفوا ان دخول اللبن الصناعي في حتى ولو يومين اضراره او اثاره الجانبيه اكتر بكتير من لما الطفل يزيد الصفره عنده بسبب لبن الام. هي الصفره اللي سببها لبن الام بتطول عن اي نوع صفره تانية من 3 اسابيع الى 3 شهور، بس حتى لو طولت ما نمنعش لبن الام ابدا وما ندخلش لبن صناعي ابدا، لان للاسف في دكاتره كتير يقول لك وقفوا لبن الام عشان الصفره تنزل. طب هو لما بيدخل حضانه ما هو بيشرب لبن صناعي؟ لا، هو طبعا للاسف بيضطروا يرضعوا لبن صناعي، لكن هو مش صح. هو يفضل ان الام اللي ابنها يخش حضانه لازم تعصر صدرها وتبلغ بان معاها لبن شايلاه في ببرونه نظيفه او في سرنجات نظيفه، وبيتشال بطريقه معينه وبيتم حفظه بطريقه معينه داخل الحضانات، وده افضل حاجه يعني. طيب ايه الحضانات يعني بتفرق حضانه عن الثانيه، او بيفرق الاجهزه اللي جواها عن حضانه؟ طبعا الحضانات درجات، في درجه اولى ودرجه ثانيه ودرجه ثالثه. الحضانات في حضانه عاديه بيبقى مجرد تعالج حالات الصفره والصعوبه في الاكسجين اللي هي درجه اولى او ثانيه، في حضانات لا للحالات الصعبه جدا اللي محتاجه تنفس صناعي، وفي حضانه تفرق عن الثانيه في التعقيم وفي الـ في الطقم الطبي المتكامل المفروض يكون جواه يعني.
طيب بالنسبة لصعوبة التنفس وبالنسبة للطفل مثلا نزل وزنه قليل، كل الحالات دي برضو بتحتاج حضانة طبعا. ولا ممكن الحالات دي تتعالج؟ لا لا طبعا، مبدئيا عايزين نتفق على مبدأ ان الطفل حديث الولادة لو في مشكلة ما ينفعش يتعالج في البيت، ده قانون وده مبدأ، ان اي طفل حديث ولادة عنده مشكلة مش ما ينفعش طبيعية يروح. ما ينفعش يروح، بيخش حضانة وبيتم تشخيص الحالة وهل ينفع ياخد علاج جوه الحضانة ولا إجراء عملية أو ما شابه، أو يحتاج يعني علاج معين داخل الحضانة. بالنسبة للصعوبة في التنفس دي درجات، في درجة أولى وفي درجة تانية وفي درجة تالتة لغاية رابعة وخمسة، في اللي بيحتاج أكسجين عادي وفي اللي بيحتاج جهاز سباب أو تنفس صناعي، تمام. فعشان كده حالات الصعوبة في التنفس دايما المؤشر بتاعها انها تتحسن ولا مش تتحسن، او يعني النتيجه بتاعت الطفل لما يتحسن هيطلع كويس ولا لا، دايما الجولدن مينيت اللي هي الدقيقه الذهبيه اللي اول دقيقه الطفل اللي بتفرق في بينزل حياة فيها الطفل. بالظبط دي اهم دقيقه. يعني الطفل اللي بيعيط دوت اول ما بيتولد على طول دي علامه كويسه، حتى لو عنده صعوبه في التنفس بيبقى معناه ان حالته هتبقى كويسه، ما اثرش صعوبه في التنفس عليه. لكن لو ما عيطش اول دقيقه اكيد اكيد هيبقى في اثر سلبي بعد كده، نقص اكسجين في المخ او ما شابه، وممكن ده يبقى محتاج يعني علاج مكثف من الاكسجين. يعني دي حاجات بتتعرف ممكن والام حامل، ولا دي حاجات انتوا بتكتشفوها لما الطفل بينزل؟ في حاجات بتبقى معروفه زي مثلا الاطفال اللي بيبقى جنين يعني، والام بتتابع عند دكتور كويس وبيعمل فورد، يبقى عارف ان الطفل ده عنده مشكله في الرئه، مولود بيها عيب خلقي او مثلا في القلب او ما شابه او في المخ، خلاص بيبقى الدكتور مجهز بقى استاف كامل اثناء الولاده، بيبقى معروفه. في حاجات انت بتتفاجئي فيها، يعني ام بتولد وحصل مثلا اثناء الولاده اتزنق في الولاده جامد، الحبل السوري لف حوالين رقبه الطفل، او الميه مره واحده اللي حوالين الطفل نزلت وحصل اختناق او حاجه، ده طبعا بيبقى مفاجاه اثناء الولاده. تمام، احنا معانا صور تبين الحضانات وايه الفرق بين الحضانه اللي الطفل يخش فيها ويطلع منها كويس والحضانات. انت بتقولي في انواع من الحضانات، تمام تمام كده؟ نبص على الصور. دي طبعا ده جهاز التنفس الصناعي، ده بيبقى اعلى درجات الحضانات يعني اللي مجهزه تجهيز كامل. الجهاز ده يعني عندي في المركز، بس في منه انواع كتير طبعا، يعني في تمام. مراكز عندها انواع مختلفه. ده الجهاز اللي عندي في المركز، جهاز التنفس الصناعي، ده اصعب درجات الصعوبه في التنفس بتوصل عليها، وطبعا الطفل اللي توصل عليه بيبقى اموره غير مستقره الى ان يعني يقدر ياخد نفسه من غير الجهاز. تمام. ده السيرفو، السيرفو ده اللي اي طفل بيجي عايز يكشف ماشي بنحطه بنفحصه عليه الاول قبل دخول الحضانه، يعني يتم فحص الطفل عليه قبل دخول الحضانه وتحديد هو محتاج ايه. دي الحضانه بقى الازاز اللي اسمها حضانه ماشي، دي اللي طبعا هي وضع الحضانه المفروض بيبقى راسي يعني مش بالعرض، بس دي كانت متعقمه ومحطوطه كده، كنا لسه يعني ما رسمهاش. دي الحضانه الازاز اللي يعني بيبقى فيها مكان للتهويه بسيط جدا للطفل، ودي اللي بتعزل الطفل منعا من الميكروبات، وفيها بابين ازاز للتمريض او الدكتور بيفحص الطفل عن طريقه عشان ما يدخلش الميكروبات او اي مشاكل للطفل جوه. والجهاز اللي عليه ده جهاز المونيتور اللي بيتابع اذا كان الطفل ضربات قلبه اخبارها ايه، نسبه الاكسجين في الدم اخبارها ايه. واللي على الشمال ده جهاز اسمه الانفوجن بامب اللي بندي بيه المحاليل، لان ما بنديش محاليل وبس للاطفال حديث الولاده، ده بيتحسب بالنقطه. وده ايه؟ ده بقى الكبسوله، العلاج المكثف لحالات الصفره العاليه جدا اللي هي اعلى من المعدل الطبيعي، لان الصفره ليها درجات، دي اعلى درجات الصفره اللي هي بنحطها في الكبسوله، واحيانا يعني الطفل لو ما استجابش عليها بنعمل له تغيير دم. تمام. دي بقى دي بتاعت التنفس. دي جهاز اللي هو الفلوميتر اللي بنوصله على الحيطه على سنتر الاكسجين عشان نوصل للطفل الاكسجين نيزل في مناخيره او في ماسك. يعني دي الحضانه، دي الوضع الصح بتاعها، ولو الطفل يبقى عنده الصفره بيتعرض للجهاز الضوئي الازرق دوت اللي هو جهاز الصفره، ودوت الفوتو يعني، وده اللي بيساعد على نزول الصفره طبعا. تمام. طب ايه الحاجه اللي ممكن الاب والام، التعليمات اللي بتقولوا لي عليها لما الطفل خلاص بيبقى كويس وبيطلع من الحضانه، بيبقى طفل طبيعي ولا في تعليمات برضو لازم يمشوا عليها؟ مبدئيا طبعا الطفل اللي بيدخل حضانه في حالات عاديه بيتحسن وبيطلع بيبقى انسان طبيعي جدا زيه زي اي طفل، وفي حالات لا بتبقى ثابت اثر سلبي في المخ او مشاكل يعني عيوب خلقيه او مشاكل في المخ نتيجه نقص الاكسجين اللي حصل اثناء الولاده. فمبدئيا الطفل بيطلع في حالات الثلاثه، اول حاله ان يكون نفسه والقلب مستقرين تماما،
الرقم اتنين لو عنده صفرة او عنده المشكلة اللي داخل بيها الحضانة اتحسنت. رقم ثلاثة بيخرج اذا كل التحاليل بتاعته سليمة خلاص مش محتاج حجز في الحضانة. بعد كده لما الطفل بيخرج لو في مشكلة خلاص هتبقى عند الطفل دي دائمة، بنقول له مثلا لو عنده مشكلة نقص اكسجين في المخ خلاص خلاص حصلت للأسف، بنقول له اتبع مع دكتور مخ واعصاب، لو عنده مشكلة خاصة بالجراحة اتبع مع دكتور جراحة وهكذا يعني. تمام اوكي. طيب بالنسبه للاطفال اللي هي برضو لسه مولوده ودخلت الحضانه خلاص اوكي، ممكن تقعد اكتر وقت تقعد في الحضانه قد ايه؟ ده حسب الحالات يعني، حاله يعني الصفره منين ما الصفره تنزل، نزل بعد 24 ساعه 48 ساعه حسب. اما بالنسبه لحالات التنفس عشان الناس بتسالنا كتير، يا دكتوره الطفل دخل الحضانه هيخرج امتى معاه كام يوم، اقول لها ما اقدرش اقول لك، منين ما الطفل نفسه يتحسن ويقدر يستغنى عن الاكسجين ويرضع رضعه كامله مشبعه من غير ما يحصل مشاكل اثناء الرضاعه، لا انتفاخ ولا ترجيع ولا النفس يرجع يتعب تاني بيخرج، دي مش بتاعتنا دي بتاعت ربنا يعني. نعم بالله. طيب الاطفال اللي بتتولد في السقعه في الشتاء بيجي لها زي التهاب رئوي او حاجات؟ لا لا، مبدئيا هبوط درجه حراره الطفل من الحاجات المهمه، وكويس انك اثرتيها. من ضمن الاسباب اللي بتاثر على نفس الاطفال بالذات ناقص الوزن والعمر الجنيني اللي هم بيبقى وزنهم اقل، يعني مولودين قبل 9 شهور او وزنهم صغير، درجه الحراره بتاثر عليهم جدا. مش بتاثر بس انها تجيب التهاب رئوي والحاجات ديت يعني، لا ده ممكن توقف النفس، تدخل في ابنيه، يعني النفس بتاع الطفل ممكن يقف بمجرد ما درجه حرارته تنزل. عشان كده الاطفال اللي وزنها صغير واللي مولوده قبل ميعادها لازم يتدفوا كويس جدا، ودايما بننصح الام يتدفوا كويس، ويعني بس رغم ان هم يتدفوا كويس لازم يبقى في مكان تهويه يعني. يعني لو هو مولود وزن تمام سليم بس الجو ساقع قوي ده ممكن ياثر عليه يخش حضانه ولا؟ ايوه طبعا ايوه طبعا. ولا لازم يبقى في نقص وزن او صفر؟ هبوط درجه الحراره للطفل حديث الولاده ممكن ياثر على النفس، وممكن يأثر يعمل ترجيع يعني يخلي الطفل يرجع، وممكن يدخله جفاف. في أطفال بترجع كمان من اللبن من مناخيرها، ده بيبقى نتيجة كده؟ لا بقى كويس انك سألت السؤال ده. من الحاجات الطبيعية عند الأطفال حديث الولادة الفسيولوجية اللي بتتحسن مع الوقت حاجة اسمها ارتجاع في المريء. الارتجاع في المريء ده يخلي الطفل يرجع ويقشط اللبن الزيادة أو ويبقى وضعه نايم فيجيب لبن من مناخيره، تمام؟ ده بيتحسن يعني مع الوقت، بس لازم ندي علاج ليه عشان نمنع الشنقات وان اللبن يخش الرئه ويعمل التهاب رئوي. طيب بالنسبه بقى للطفل خلاص الطبيعي اللي روح بيت مامته وباباه وبقى كويس، لما بيجي في اطفال لما بتيجي ترضع طول الوقت بتشرق يعني بمناسبه الشرقه. بالظبط ده سبب الارتجاع اللي في المريء، تمام؟ اللي لازم الطفل اللي عنده الشنقه كتير والارتجاع كتير ياخد لها علاج، لان الشنقه كتير او بيبقى الطفل اللي عنده ارتجاع في المريء ممكن اللبن يدخل ودانه فيعمل التهاب اذن متكرر، وممكن يدخل المناخير يسد النفس يعمل اختناق، وممكن اللبن يدخل الرئه عشان كده بيشنق على فكره. فالشنقه دي اصلا يعني دي ليها علاج، التهاب رئوي دي ليها علاج. هي حاجه بتتحسن مع الوقت، كل ما الطفل ما بيكبر كل ما بيتحسن يعني. ووضعيه الرضاعه برده متهيألي بتفرق طبعا، لازم الطفل يبقى راسه مرفوع 45 درجه الاطفال دول، ولازم لما يجوا نايمين يبقى تحتهم مخده كده خفيفه بحيث يبقى راسهم مرفوع شويه عشان ما يشنقوش. طيب ايه الحاجات اللي في البيت هيمشوا عليها خطوات يعني يمشوا عليها الطفل طلع وروح، الخطوات اللي يتمشي عليها ايه؟ طفل عادي ولا برضو بالنسبه للطفل السليم اللي خرج وبيبي عادي هيمشي عادي ولا برضو في خطوات معينه؟ مبدئيا اي طفل بيخرج من الحضانه لازم يتابع، يعني لازم يتابع كويس. هو اساسا اي مركز حضانات بيقول الطفل خرج تحسن بتجي لي بعد يومين ثلاثه اربعه، نتابع اذا كانت نسبه صفره، اذا كان النفس، اذا كان نسبه لو في ميكروب في الدم او ما شابه. بيفضل في متابعه؟ لازم يبقى في متابعه لازم. الحاجه الثانيه الام تتعامل طبيعي جدا زي اي طفل عادي، بس تبقى عينيها في وسط راسها، يعني تبقى متابعه. طب هل نفسه تعب تاني؟ هل اتشنك تاني؟ لو كان بيعاني من تشنجات طب الصفره زادت تاني، رجعت زادت تاني ولا لا؟ طب الحمام اخباره ايه؟ بيعمل براس كويس؟ بيعمل بول كويس؟ هل في مشاكل بطنه بتنتفخ زياده عن اللزوم؟ في اسهال؟ في تسلخات ما بتتحسنش؟ يعني في اعراض لازم تبقى بقى هي مخليه بالها منها بالظبط، ويتعامل زي اي طفل. بالمناسبه بس عشان في ناس بتسال تحمل عيال ولا لا، يا جماعه حموهم، انا ما اعرفش يعني ايه قصه الحموم بالذات في الشتاء فعلا بيمنعوا موضوع قله الحموم بتجيب ميكروبات للعيال، العيال بيتعب. احنا عندنا في الحضانات الاوزان صغيره وبنحميهم كل 12 ساعه بس هي الفكره مش في انك تحميه ولا ما تحميهوش، الفكره انك تحافظ على درجه حراره الطفل، تخلي درجه حرارته مقاربه لدرجه حراره الجو،
ولما تيجي تحميه يعني ما يستحماش وبعدين يطلع في تحت التكييف او في هواء او مثلا لا انت مثبت درجه الحراره يعني احنا في الحضانات فاتحين تكييفات على طول على فكره ومظبوطه على درجه 25 العيال بتطلع بره الحضانه مش لابسين هدوم بنحميهم وبنرجعهم تاني جوه الحضانه بس احنا درجه حراره الغرفه ثابته مفيش تغيير في درجه الحراره انت اعمل كده يعني ثبت درجه حراره الغرفه اللي بتحمي فيها ما تعرضهوش للهواء او لصدمات اختلاف درجات الحراره. هي بمناسبه يعني في الشتاء ان الام لما بتحمي كتير الطفل بيتعب كتير فهي ربطت ان ممكن لا ما نحميش في الشتاء يعني اعرف ناس كتير بتغير تغير ناشف احنا كدا. ممكن نقلل عدد مرات عن الصيف لكن طبعا. مش لدرجه انا بيجي لي ناس في المركز مش محميه خالص 15 يوم وشهر يعني الريحه بتاعتهم انا يعني بصراحه بقول لهم ايه ده هو العيا سببه كده يعني العيا بتاع الطفل سببه انه لازم برضو يستحمى والميكروبات تنزل ويغير وكل حاجه يعني طيب بالنسبه خلاص الطفل تمام وهي تبعت التعليمات ديت والطفل تمام خلاص ده كده بيعيش بقيه حياته عادي ولا ان هو كونه انه في الاول دخل برضو حضانه هيبقى مناعته ضعيفه او حاجه يعني. بص مبدئيا الاطفال اللي عندهم صفره كده كده بيعيش طبيعي جدا بالعكس الصفره ربنا عملها يا جماعه يعني في ابحاث قالت ان الطفل اللي الصفره عنده بتعلى دي ربنا بيحميه من امراض القلب سبحان الله دي حاجه الحاجه الثانيه الاطفال اللي عندهم دخلوا بصعوبه في التنفس الام تاخد بالها شويه تمشي على اجراءات وقائيه شويه لان لقوا ان 70% او 75% من الاطفال اللي دخلت بالحضانه وما طلعوا كويسين ما فيهمش عيب خلقيه ولا اثر على مخه ولا حاجه احنا نفترض هذا بس بيبقى عندهم ارتفاع في نسبه حدوث حساسيات الصدر فالاطفال اللي اتحجزوا بصعوبه في التنفس الام تاخد بالها شويه تمشي على حاجات وقائيه التطعيمات الاضافيه الحاجات اللي ممكن تحمي شويه السجاير ممنوعه قدامهم البرفانات الحاجات دي لان بتبقى نسبه حدوث امراض الصدر عاليه جدا اما في بعض الحاجات اللي دخلوا بميكروب في الدم بيتحسنوا خلاص هيعيش طبيعي جدا لكن دي النقاط اللي ممكن ناخد بالنا منها لكن لو طفل عنده صعوبه تنفس واثر على مخه يعني بتحصل حاجات كتير نقص اكسجين ده اللي هو ملحقش يتنفس في اول دقيقتين صح اول دقيقتين وفي ناس بتقعد ربع ساعه وفي ناس بتقعد 10 دقائق طبعا ده حسب كل تاثير على فكره ممكن الطفل ما يتنفسش وطبيعي بس بيبقى اتاثر بطريقه درجات يعني ممكن طفل نسبه ذكائه بس يعني بدل ما يبقى 100% يبقى مثلا 95% 90% رغم ان كان ممكن يبقى 100% لكن طفل طبيعي ايه طفل طبيعي لكن الذكاء بس هو اللي اتاثر في اطفال لا بيحصل اعاقه طبعا حركيه وفي الايد وفي الرجلين زي اللي بنشوفهم للاسف يعني دي حسب سرعه التصرف مع الطفل وحسب اللي هي الاول دقائق في الولاده كانت اخبارها ايه مع الطفل تمام ممكن طفل يخش حضانه وتفرق حضانه عن حضانه زي ما قلنا بس يخش حضانه في اول المفروض في اول وقت من الولاده ومفروض ان هو يتحسن بس عشان حضانه دي ما فيهاش امكانيات فاثرت عليه طبعا يعني في طفل مثلا محتاج جهاز تنفس صناعي او سباب او عنده درجه يعني صعوبه التنفس من الدرجه الرابعه واتحط في حضانه عاديه ما فيهاش تنفس صناعي ولا حاجه على بال ما تنقليه بيحصل طبعا نسبه الاكسجين في الدم ممكن تقل وده يأثر الحاجة التانية التعقيم يا جماعة يعني حاولوا تختاروا الحضانات اللي التعقيم فيها عالي حاولوا لأن أكتر حاجة أمال ليه خلوا الطفل حديث الولادة يدخل حضانة ليه ما يتعالجش في البيت ليه ما يتعالجش في مستشفى على السرير أو على ترابيزة ليه بيخش حضانة مقفولة لأن هو معدوم المناعة يعني لو الممرض اللي ماسك الحالة وبيتعامل فيها مش غسل إيده كويس دخله ميكروب في الدم ميكروب في الدم ده هي بسبب أعلى وفيات في الأطفال حديث الولادة الميكروب في الدم يعني في مصر بالذات هي السبب الرئيسي لحالات الوفيات تأثر على الكبد عشان تأثر لازم على المكان يكون معقم كويس لازم المكان يكون معقم لازم الناس يعني ممكن المكان يكون معقم بس الدكتور او الممرض اللي بيتعامل مع الطفل تمام مش غاسل ايده مش مهتم بالتعقيم كويس مش يعني مهما فتشوا النقابات على اماكن الحضانات بس انا وانا ضميري هم مش هيشوفوني وانا بغسل ايدي ولا بغسلش ايدي بتعقم صح ولا لا فنحاول نختار الاماكن اللي فيها كل الاجهزه عشان لو ابننا مثلا نفسه وقف فجاه مش لسه هندور على مكان فيه تنفس صناعي او ما شابه لا خلاص انا دخلت ابني في مكان فيه جهاز لو احتاجه هيلاقيه في اي وقت والتعقيم يكون كويس يكون في طاقم طبي كويس انا بشوف حضانات تحت السلم يعني بيبقى فيها شغاله بالتمريض بس التمريض على فكره هي هم اللي بيوقفوا اي حضانه عشان تبقي عارفه لو التمريض كويس الحضانه بتبقى كويسه بس لازم يكون معاه في اشراف من الدكتور دكتور نبطش واستشاري عشان الـ ياخد اعلى كفاءه طبيه لان الطفل حديث الولاده ده مش بيتكلم مش بيقدر حتى يعني في طفل بيبقى ساكع مش بيعيط حتى يعني انت الطفل بيعيط تعرف ان في حاجه وجعاه لا الطفل حديث الولاده يعني بيبقى ساكت ما بيقدرش حتى يعبر لا بعياط ولا بغيره فلازم يكون في حد
برضو مهما كان التمريض كفاءة عالية لازم يكون معاه لازم دكتور. يكون في دكتور. طيب ذكرنا التطعيمات الإضافية، عايزين نتكلم عليها، هي مهمة فعلا ولا؟ طبعا طبعا، هي التطعيمات الإضافية دي اللي مش بتوفرها وزارة الصحة يعني ببلاش، يعني الأطفال دي بتبقى بفلوس. تمام. تمام. يعني أنا شايفة إن هي مهمة الأيام دي عشان انتشار الأمراض، والنسبة عالية جدا حصلت من حساسية الصدر وحساسية الأنف والحاجات دي. الأمصال الإضافية غالية جدا للأسف، يعني وليها مواعيد ثابتة، يعني مثلا يعني مثلا مصل زي مصل الروتا ده من أغلى الأمصال في مصر. مصل الروتا ده بيحمي ضد النزلات المعوية الشديدة، ماشي، اللي بتسبب جفاف وممكن تسبب وفيات، عشان كده بدأوا يعملوا له أمصال. مصل الروتا ده لازم يتعطي أول جرعة منه قبل سن 3 شهور و14 يوم، لازم، يعني ما ينفعش 3 شهور و15 يوم، 3 شهور و14 يوم. ممكن ده يتاخد الجرعة شهرين الأولى، ثلاثة يعني من شهر ونص، من شهر ونص حتى 3 شهور و14 يوم. تمام. الجرعة الثانية ينفع تتاخد بعد الجرعة الأولى من أول شهر حتى 6 أشهر. وفي نوعين، نوع في مصر موفراهم، يا إما جرعتين يا إما 3 جرعات. ده تمام. ضد الالتهاب الرئوي، وفي طبعا ضد قصدي الالتهاب النزلات المعويه. اهم مصل بقى اللي لازم دلوقتي ناخده قبل الشتاء اللي هو مصل الانفلونزا، ده بيتاخد من عمر 6 شهور عادي او 3 شهور، وبيتاخد لو اول الطفل اول مره ياخده بياخده على جرعتين بينهم شهر، بعد كده بياخد جرعه قبل كل شتاء، جرعه واحده. والالتهاب الرئوي لو الطفل اقل من سنه بياخده 3 جرعات بينهم شهرين، ويفضل على شهرين واربعه وسته، ولو الطفل اكتر من سنه بياخدوا على جرعتين بينهم شهرين. للاسف وقت فقرتنا خلص، كنت مبسوطه جدا اني معاكي، وان شاء الله يبقى لينا لقاءات تانية ان باذن شاء الله. الله سعدت ان شاء بيكم. الله يا حبيبي. شكرا. فاصل قصير ونعود. شكرا.